هنتكلم ان شاء الله في الجزئيه دي عن يو اس ام ال ستيب 1 بريبريشن كورس ان اس تي سي تريننج سنتر، كورس التحضير للمعادله الامريكيه الجزء الاول، مركز دكتور صبري ابو قرون. بدينا نحن في الكورسات دي لنا يعني عده سنوات، واول ما بدينا كنا بنشتغل بطريقه الكورس المفصل بالمواد بالسبجكت اناتومي فيسيولوجي بايوكيمستري وهكذا. فلقينا انه نحن يعني بيكون قدامنا نوعين من الطلاب، في طلبه دايرين او عندهم الرغبه انه ياخذوا الكورسز بطريقه مفصله وما في زمن مضغوط وبالراحه بالراحه، وممكن يكونوا هم جزء كبير منهم طلبه في الجامعات وعشان يواكبوا مع الجامعه ويواكبوا مع الكورس وهكذا. الجزء الثاني من الطلبه بيكونوا ناس دايرين يمتحنوا قريب وكده. فعلى هذا الاساس قمنا قسمنا كورساتنا فور ذا يو اس ام ال ستيب 1 لتو تايبس اوف كورسز. النوع الاول هو الكورس المفصل او الديتيلد كورس، والنوع الثاني هو الانتنسيف بريبريشن كورس. ابدا اتكلم لكم ان شاء الله عن الكورس المفصل. بناخذ فيه كل المواد كالاتي. بنبدا الجزء بنقسمه هو ذاته لجزئين، الجزء الاول فيه الفسيولوجي بايوكيمستري اند اناتومي، وده بياخذ معانا من 5 إلى 6 شهور، والجزء الثاني فيه الاميونولوجي والمايكروبيولوجي باثولوجي فارماكولوجي اند بيهيفيرز، ده برضه بياخد نفس الفتره. يعني نحن في الكورس المفصل الكورس بياخد معانا من 10 شهور الى سنه. طيب كيف بتكون طريقه تدريس المواد؟ نحن عندنا يعني قناعه تامه ب انه طريقه التدريس او انه انت لازم while you are teaching اثناء التدريس لازم يكون في full attraction للستودنت وكده، دي الحاجه اللي ما تكون متوفره لما نجي ندرس الناس عن طريق الباوربوينت وكده، الطالب بيسرح الطالب ما بركز. فحنلتقوا انه ان شاء الله نحن في كورساتنا بندرس الناس بطريقه فريده، وقد تلقوا لها examples في مقاطع في اليوتيوب او مقاطع مرفقه حتكون ان شاء الله. بندرس بالورقه والقلم، بنبدا يا شباب preparation from the scratch، تمام؟ يعني من بسم الله الرحمن الرحيم من اول حاجه، وفي كل المواد حنكون شغالين بنفس الطريقه، نبدا بالتفاصيل جدا. حيكون الكلام ده ملائم تماما لاي زول سواء كان في سنه اولى في سنه ثانيه او في سنه او تخرج داير يمتحن تماما، فكل الناس ان شاء الله حيكون مناسب معاهم. حنرفعك من البدايه لحد ما تبني الاساس لحد ما تفهم التوبكس، بعد ذاك ندخلك في التوبك بيجيك كيف اليو اس ام ال، تمام؟ فحتمشي معانا شوي شوي فروم زيرو لحد ما تصل لانه انت قادر تحل سؤال بتاع يو ورد في اليو اس ام ال بريبريشن، وان شاء الله حتكون طريقه فعاله جدا وجربناها كثير مع طلبه سابقين معانا في المركز وفي دوراتنا ان شاء الله. طيب ده بالنسبة للديتيل كورس، زي ما قلنا حنقسم المواد لجزئين، جزء أول وجزء ثاني، وده الكورس إن شاء الله اللي حيكون مقبلين عليه في الفترة القادمة. الانتنسيف كورس هو كورس مضغوط جدا، بيتعامل في 6 إلى 7 شهور فقط للناس المقبلين تماما على الامتحان، وده غير شرح المواد بيكون فيه تركيز كبير جدا على الفيرست ايد واليو ورد. يعني انت بتاخد الكلام اللي بياخدوه ناس الديتيل بالاضافه لانه بنركز لك، نحن ثاني بنراجع معاك الكلام في الفيرست ايد وبنحل معاك الاسئله وبنعمل معاك ديسكشن وبنصل لانه اي زول معانا في الكورس يكون كل الحاجات دي ملمه بها تماما وفاهمه تماما، فيكون ان شاء الله جاهز تماما للامتحان بعد الكورس. يعني جاست تو ريفيو، يحل الاسسمنت، يحل اليو ورد اونلاين، وبعد ذاك ان شاء الله مستعد تماما انه يخش الامتحان. فدي الكورسات اللي بنقدمها فور ذا يو اس ام ال ستيب 1. طيب نحن ليه عاملين الكورسات دي او فريق شنو من الحاجات الموجوده برا او انت ممكن تحضرها براك؟ نحن بنراعي تماما الوضع او المشاكل اللي انا ذكرتها في الفيديو السابق بتاعت انه نحن والله مشاكلنا في التحضير، في ناس عندها مشاكل في اللغه اصلا، الناس اللي بتكون في اولى وثانيه وثالثه دي عندها مشاكل ذاته في فهم اللغه. فبنراعي لكل الحاجات دي، بنراعي لحته الفهم في مواد كثيره جدا. نحن ما زمان درسنا بالافايلبل سورسز اللي بيقروا منها الناس عموما، في حالات كثيره بيكون فيها ديفكت في صم يعني مشاكل في الكونسبت ما مفهومه، فبنركزها تماما وبنشرحها تماما ان شاء الله، و يعني شور ان شاء الله حتكونوا ساتيسفايد بتجربه اليو اس ام ال ستيب 1 بريبريشن كورس، وان شاء الله حيكون مرفق معانا بعض النماذج لبعض المحاضرات. نلتقيكم إن شاء الله للناس اللي حيلاقونا في الكورس، والسلام عليكم ورحمة الله.